بسم الله الرحمن الرحيم. حينما بين الشارح التفتازاني رحمه الله فاضل هذا العلم الكلام قد علم مما سبق، فإذا نشأ هنا أو هنا مظنة إشكال، كيف يكون لهذا العلم فضل وشرف عليم مع أن الصحابة لم يشتغلوا بهذا العلم؟ لو كان لهذا العلم فضل عظيم ينبغي أن يشتغلوا به. وذكر الخيالي رحمه الله أحمد الخيالي في شرح هذا القول: وقد كان الأوائل من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عليهم مجمعين لصفاء عقائدهم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنهم من المراجعة إلى الثقات مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما أبوابا وفصولا وتقرير مباحثهما بروعا ووصولا إلى أن حدثت الفتن. من في الحقيقة هذا بيان الباعث، ومع ذلك أجاب عن هذا الإشكال. ذكر الخيالي رحمه الله تمهيد، يعني هذا القول هذا البيان تمهيد لبيان شرف العلم وغايته، مع الإشارة إلى دفع ما يقال. تدوين هذا العلم لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة والتابعين، ولو كان له شرف وعاقبة حميدة لما أهملوه. يعني الصحابة والتابعون لما لم يستغلوا بهذا العلم بالتدوين والمباحثة وترتيب أبوابها وتقرير مسائلها؟ لو كان له شرف ينبغي أن يستغلوا به، لكن لم يستغلوا. كذلك إبراهيم حسام الدين الإسفرايني هو قال هذا القول: دفع لما يتجه على دعوى الشرف لجميع مقاصد الكلام، يعني مقاصد علم الكلام لجميعها شرف عظيم، هكذا يدعى المصنف. فإذا على هذا الدعوى توجه إشكال، وهذا الإشكال دفعه بقوله وقد كان الأوائل من الصحابة إلى آخره، من أنه كيف يكون لها شرف وهي بدعة مذمومة في الشرع غاية الذم، حتى بالغ الفقهاء في المنع عن الاشتغال به وتعنوا فيه. يعني هذا علم هي بدعة مذمومة في الشرع غاية الذم، كيف كان في غاية الذم حتى بالغ الفقهاء في المنع عن الاشتغال به، يعني بعلم الكلام، وتعنوا في علم الكلام. نعم. قبل الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه كان هذا علم الكلام يشتغل به المعتزلة، يعني هذا علم الكلام بمنزلة بالنسبة إلى العلوم الشرعية بمنزلة المنطق بالنسبة إلى علم الفلسفة، هكذا كان هذا العلم بمنزلة المنطق بالنسبة إلى علم الفلسفة. فإذا هؤلاء المعتزلة هم توصلوا بعلم الكلام قبل اشتغال علماء أهل السنة به، ثم بعد ذلك حاولوا أن يموهوا ويجملوا عقائد الاعتزال بواسطة علم الكلام، كما أن الفلاسفة كانوا يزينون عقائدهم الفاسدة دعاويهم الباطلة بواسطة وقواعد علم المنطق. فإذا في ذلك الزمان علماء أهل السنة منعوا من الاشتغال بعلم الكلام وبالغوا الإنكار على الاشتغال بعلم الكلام، يعني كان درس علم الكلام للمعتزلة، كانت الكتب في علم الكلام للمعتزلة، وهكذا كان في أوائل ثم بعد ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه أسس علم كلام أهل السنة، لو قيل هكذا فليس به فلا غرو فيه. نعم. من ذلك الوقت كان هذا العلم علم أهل السنة. نعم. فإذا في ذلك الوقت كان نهي، كذلك كان منع وإنكار على علم الكلام بسبب تجاوز الحد في علم الكلام، كان تجاوز الحد، مثل يعني في علم المنطق، علم المنطق من الآلات
يستفاد منها في الأحكام الشرعية في العلوم الشرعية، لكن لتجاوز الحد ممكن يقع في ورطة، كما وقع كثير من المناطق والفلاسفة الإسلاميون. فإذا شرح الكستلي أكثر مما شرح هذان الشارحان. ولما كانت شروع في بيان الباعث على تدوين العلمين ودفع لما يتوهم من أنه من محدثات الأمور، ما هذا علم الكلام من محدثات الأمور وإحداث لما لم يكن في الدين، وهذا تدوين علم الكلام، وكذلك علم الفقه أيضا، هذا بيان تدوين علم الفقه يعني استطرادي، ثم وإحداث لما لم يكن في الدين يعني في سابق الزمان ما كان في الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: شر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، وإياكم، وكذلك ذكر في حديث آخر: وإياكم ومحدثات الأمور، كذلك في حديث آخر: من أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. هكذا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم الذم على المحدثات، وهذا تدوين للعلمين من المحدثات. فإذا دفع شارحه عن هذا الإشكال. نعم. ثم وحاصله أنه إن أردت أن البحث عن دليل وجود الصانع وتوحيده والنبوة وغيرها وبالجملة عن المبدأ والمعاد بدعة ومحدث فذلك ممنوع، يعني خلاصة الدفع هكذا: لو أردت أن البحث عن دليل وجود الثاني وتوحيده والنبوة كذلك عن المبدأ والمعاد بدعة هكذا لو أردت وهو ممنوع لا نسلم، كيف والقرآن مشحون به، يعني هذا أدلة وجود الثاني، أدلة توحيد الثاني، أدلة النبوة، كذلك أدلة عن المبدأ والمعاد كلها مشحون به القرآن، ثم كيف يكون هذا بدعة؟ وإن أردت أن الاستغلال به على الوجه المتعارف فيما بيننا كذلك ومسلم، يعني هذا ترتيب أبواب علم الكلام وكذلك تنسيق مسائلها في كل باب، لو أردت ذلك ومسلم، يعني العصر الأول أو القرن الأول لم يستغلوا به، نعم، لكنه أمر حسن، مع أن هذا ما كان على هذه الصورة في الزمن الأول ليس بمذموم كما يعني قلت، بل هو أمر حسن قد مس إليه حاجة لم تكن في زمن الصحابة والتابعين، يعني هذا الباعث ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الصحابة والتابعين، الباعث قد نشأ في زمننا، لذلك التدوين أيضا تم تلبية لذلك الباعث، هذا هو. فإذا هذه مسائل كانت موجودة، المذاكرة في هذه المسائل أيضا موجودة، لكن ترتيب الأبواب وتقرير المسائل وكذلك التنسيق والتأليف في المسائل ما كانت، لماذا؟ لأجل أن الباعث ما كان، نعم، وكذا الأدلة المنصوبة والأمارات الموضوعة للأحكام الفقهية كانت قائمة في زمانهم، وكانت الملكة المسماة بالفقه حاصلة لأحدهم، يعني الفقه سميت به ملكة لاستنباط الأحكام، وهذه الملكة كانت موجودة لأحد الصحابة والتابعين، وكذلك هذه الأدلة التفصيلية والإجمالية كلها كانت موجودة في زمن الصحابة والتابعين، ومع ذلك لم يكن الترتيب والتدوين وترتيب الأبواب والمسائل هكذا. فبالجملة من البدعة ما هي حسنة، فإن الزمان مختلف والاستعدادات متفاوتة، فقد يستدعي الوقت مصلحة يجب على أهله رعايتها، وإن لم يكن الشيء فيما سلف ذلك. نعم، هذا الذي يبين المصنف يعني في هذه العبارات. وقد كان
الأوائل من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لصفاء عقائدهم. كان الأوائل من الصحابة مستغنين عن تدوين العلمين، يعني علم الشرائع والأحكام كذلك علم التوحيد والصفات، كانوا مستغنين. لماذا كانوا مستغنين؟ هذا الذي ذكر لصفاء عقائدهم. فإذا علة مقدمة، كان الأوائل من الصحابة والتابعين مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبهما. هذا التدوين، ما معنى التدوين؟ معنى التدوين أفاده بهذا العطف ترتيبهما أبوابا وفصولا وتقرير مباحثهما فروعا ووصولا. هذا معنى التدوين، هذا معنى واحد للتدوين. يقال التدوين للكلام في هذا الفن أولا، يعني يقال مدون العلوم، أو هذا دون العلم بمعنى تكلم في مسائل هذا العلم أولا لم يتكلم فيه أحد قبله، لهذا يقال معنى يقال يطلق هذا التدوين. كما يقال أن علي رضي الله عنه هو المدون لعلم النحو، معناه أول من تكلم في مسائل النحو. ماذا كانوا مستغنين؟ لصفاء عقائدهم. كيف كانت عقيدتهم صافية؟ ما كانت في عقيدتهم شبهة ولا شائبة، ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه بركة عليمة، بركة الصحبة بركة عليمة. لأجل هذه البركة كانت الصحابة في أعلى مراتب هذه الأمة. نعم، بعد الأنبياء فضل الصحابة. لماذا؟ لأجل هذه الصحبة. الصحبة تعلمون معناه اجتماع شخص مؤمنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو. فإذا هذا الاجتماع في مجلسه فقط، لأجل ذلك ينعكس نور النبي صلى الله عليه وسلم في قلب هذا المؤمن ينعكس. وهذا النور نور علمي، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر الهيثمي في تحفته، في كتابه تحفة المحتاج. نعم، عندما بين فضل الصحابة، فضل بعض الصحابة على بعض الآل، هناك بين يعني الآل قسمان، آل منهم من ظفر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يظفر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. من الصحابة منهم من هو آل أيضا، يعني له قرابة، ومنهم من لم يكن كذلك. فإذا من ظفر بهذين الفضلين هو أفضل من هذه الأقسام الثلاثة. ثم بعده من لفر بالصحبة هو أفضل ممن لم يلفر بالصحبة بل لفر بالقرابة فقط. لماذا؟ هذا ينقص في قلبه مع إيمانه نور النبي صلى الله عليه وسلم نورا علميا. هذا بركة عليمة. ثم وهذه البركة تحصل لمن عنده استعداد لقبولها. هذا أمر مهم جدا، يعني كان هناك كثير من قريش، كثير من المنافقين لم يظفروا ببركة هذه الصحبة. لماذا؟ ما كان عندهم استعداد لقبول هذه البركة، ما كان عندهم قابلية لهذه البركة. ثم ببركة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه، قرب العهد بركة قرب العهد بزمانه، وهذا بالنسبة إلى التابعين.
ثم ولقلة الوقائع والاختلافات. لو لم يكن هذا وقائع، وكذلك لو لم تكن الاختلافات يقل البحث في العلوم. إذا لو قل بحث في مسألة عند الصحابة والتابعين نفهم منه أنه ما كانت اختلافات من جانبهم في هذه المسألة، بل كانت اتفاق، بل كان اتفاق منهم، أو كان أغلبهم على مذهب لم يكن كثير اختلاف. لو كان يعني مسألة مشهورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني مسألة ما مشهورة في زمن الصحابة والتابعين، هذا يدل على أنه كان اختلاف كثير في هذه المسألة بينهم. أنا قلت هذا إشارة إلى ما يقول بعض أهل البدعة في مسألة أول الخلق، يعني نور النبي صلى الله عليه وسلم هو أول ما خلق الله. فإذا بعض استدل أن هذا لم يكن معلوما للصحابة والتابعين بسبب قلة البحث أو ندرة البحث في نور النبي صلى الله عليه وسلم من جانب الصحابة والتابعين، لكن ليس الأمر كذلك، يعني كانوا متفقين، ما كان لهم خلاف في هذا الأمر، يعني في اعتقاد أهل السنة في هذه المسألة، مسألة أول المخلوقات، ما كان لهم اختلاف، بل كانوا متفقين. نعم، لقلة الوقائع والاختلاف، وتمكنهم من المراجعة إلى ثقاته، وهؤلاء يعني التابعون، وكذلك الصحابة كانوا متمكنين من المراجعة إلى الثقات، يعني لو وقعت واقعة أو وقع اختلاف، كانوا متمكنين من المراجعة إلى من؟ إلى الثقات، لأجل ذلك كانوا مستغنين عن تدوين العلمين. ثم وترتيبهما أبوابا وفصولا وتقرير مباحثهما فروعا ووصولا، إلى أن حدثت الفتن بعد المسلمين. إلى متى استمرت هذه الحالة، يعني استغناء التابعين وكذلك استغناء الصحابة، إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين؟ المراد بالفتنة هنا البدعة، نعم، والبدعة وكذلك الخروج على الإمام، نعم، على الخليفة. ثم حدثت الفتن بعد بين المسلمين، وغلب البغي على أئمة الدين، نعم، هذا البغي على أئمة الدين، هذا ذكرناه، الخلاف على أئمة الدين، أئمة الدين يعني الخلفاء، ثم فإذا الفتنة البدعة، والآخر اختلاف الآراء، ثم بعد ذلك صار الاختلاف كثيرا بسبب ظهور هذه الفتنة وهذا الخروج على الأئمة والبغي، صار الاختلاف والميل إلى البدع واللهواء. بسبب ذلك يعني هؤلاء المبتدئة أصحاب الفتن أصحاب البغي نشروا عقائدهم الفاسدة وبدعتهم الله بين الناس. فإذا بعض من الجهلة يعني مالوا إليه، وهؤلاء استمالوا قلوب الناس، فمالت قلوب بعض الناس إليها، وكثرت الفتاوى والواقعات، ثم واقعات كثرت لأجل ذلك فتوى أيضا كثرت، والرجوع إلى العلماء في المهمات كذلك، عندما تكثر الوقائع والواقعات يرجع الناس إلى العلماء في المهمات، يعني المسائل المهمة، فاشتغلوا عندئذ اشتغلوا بالنظر والاستدلال والاجتهاد والاستنباط وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول وتكسير المسائل بأدلتها وإيراد الشبه بأجوبتها وتعيين الأوضاع والاصطلاحات وتبيين المذاهب والاختلافات. اشتغلوا العلماء واشتغلوا بالنظر والاستدلال. هنا ذكر يعني سبب الاستغناء صفاء العقائد، وكذلك قلة الوقائع، وكذلك قرب العهد، وكذلك تمكنهم من المراجعة إلى الثقات.
وكذلك أضاف إليه سببا آخر وجها آخر، هذا وسام الدين. ويقول: ومن وجوه الاستغناء أنهم كانوا عارفين بدقائق الكتاب والسنة، يعني الصحابة كانوا يعرفون بدقائق الكتاب والسنة بالسليقة أو ملازمة أصحاب السليقة، يعني ما كان كلهم عارفين، بل بعضهم عارفين، هم أصحاب السليقة والطبيعة، لأن هذا البعض كان عندهم ملكة، كان عندهم ملكة لما لاستنباط ولإدراك دقائق الكتاب والسنة أصحاب هذه السليقة. ثم بعض منهم كانوا يلازمون أصحاب السليقة، لذلك صاروا مستغنين، فكان يغنيهم الكتاب والسنة عن تدوين العلمين. فإذا لو أرادوا، لو وقعت لهم واقية، وكذلك لو كان عندهم يعني شبهة، أو لو يحتاجوا إلى حكم في مسألة، يغنيهم الكتاب والسنة، لا ما كانوا محتاجين إلى تدوين العلمين. فلما حدثت الفتن وقل أصحاب الممارسة والفطن، وكادت تندرس معرفة دقائق الكتاب والسنة، ولم يبق من أهلها إلا واحد واحد دونوهما لئلا يندمس أثرهما، هكذا ذكر سبب آخر. وهذا كلها يعني مقرر في كتب التاريخ، تفاصيل عديدة لهذا. حدثت الفتن بين المسلمين، غلب البغي، ظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء، وكثرة الفتاوى والواقعات، والرجوع إلى العلماء في المهمات، فاشتغلوا بالنذر والاستدلال. هذا نذر استدلال يرجع إلى أين؟ إلى علم الكلام. نعم. ثم وكذلك الاجتهاد والاستنباط، هذا في علم الفقه. ثم في الباب وتمهيد القواعد والأصول، هذا بالنسبة إلى يعني أصول الفقه، تمهيد القواعد والأصول، هذا أصول الفقه يشتغلوا. وترتيب الأبواب يعني في كل هذه العلوم، علم الكلام، علم الفقه، علم أصول الفقه، والفصول، وتكسير المسائل بأدلتها، يعني هم فرضوا المسائل، فرضوا الوقائع. أولا كانت الوقائع واقعية فقط، بعد ذلك عندما بدأوا يدونون يؤلفون فرضوا الوقائع، ثم بعد ذلك ذكروا أحكامها بأدلتها، وإيراد الشبه بأجوبتها، وتعيين الأوضاع والاصطلاحات. فإذا عندما دبن علم، فالعلم يحتاج إلى مصطلحات، لذلك قال تعيين الأوضاع جمع وضع، هذا وضع شرعي، هذا وضع بمعنى تعيين لفظ بإزاء معنى، هكذا تعيين الأوضاع والاصطلاحات، والتبيين المذاهب والاختلافات، بدأوا أن يبينوا بسبب كثرة الاختلاف، ثم سموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية، ما يفيد معرفة الأحكام عملية أن أدلتها التفصيلية بالفقه. نعم، هذا هو الفقه، وسموا ومعرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام بأصول الفقه. نعم. ثم ومعرفة العقائد، سموا ما يفيد معرفة العقائد أن أدلتها بالكلام، هكذا ثلاث من العلوم دونوها وسموها بأسماء ثلاثة، هذا علم الفقه، علم أصول الفقه، كذلك علم الكلام. وإذا هذا الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، هكذا. ثم أصول الفقه علم معرفة أحوال الأدلة إجمالا في إفادتها الأحكام. نعم. ثم معرفة العقائد أن أدلتها، ما المراد بالمعرفة هنا؟
يعني ذكر اشتغلوا بالنظر والاستدلال، هذا الاستدلال هذا الاشتغال هذا اشتغال بها على الوجه المتعارف فيما بيننا، هذا هو. لماذا؟ لأن الصحابة والتابعين أيضا كانوا يشتغلون كما ذكرنا سابقا، يعني لكن ليس على هكذا، يعني ترتيب الأبواب والفصول والمسائل هكذا ما كان، يعني تمهيد قاعدة تقديم مقدمة هكذا ما كان. نعم، لذلك قال اشتغال على الوجه المتعارف فيما بيننا من تحرير الدلائل وتخليص المقاصد هكذا كان. ثم بعده يعني سموا ما يفيد معرفة الأحكام. إذن ذكر الكستلي سموا الملكة التي حصلت لهم من تتبع المآخذ وتأمل الموارد مع معرفة مواقع الاجتهاد وشرائط الاستنباط، فتمكنوا بها من معرفة جميع الأحكام العملية عن أدلتها ولو بعد حين. فإذا أراد بالمعرفة هذه الملكة، وبهذه الملكة استطاعوا أن يستنبطوا الأحكام، وكذلك استنبطوا أن يعلموا أحوال الأدلة إجمالا، كذلك استطاعوا أن يستنبطوا العقائد، أن يستدلوا على العقائد وأن ينظروا فيها. فإذا المعرفة المراد به بها هنا هذه الملكة. نعم، ثم هذا الثالث سموها بعلم الكلام. لماذا سموا بعلم الكلام؟ نعم، معرفة العقائد أن أدلتها بالكلام. ثم بعد ذلك يذكر كثيرا من الأسباب لتسميته علم الكلام، ونقرأ فيما بعد إن شاء الله في الدرس الآتي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.